تعالوا الأول أوريكم خريطة رائعة، خريطة انتشار الإسلام في عهد عمر بن الخطاب. بص معايا على الخريطة دي، تخيل الإسلام بقى موجود فين؟ بقى موجود في الشام أهو، أهو كمان موجود في العراق. شايف أذربيجان، يا نهار أبيض، الجمهوريات الروسية، وصل عمر بن الخطاب لغاية هناك. مصر أهي، لا ده مش مصر وبس، ده واصل أهو داخل على ليبيا، وداخل على شمال أفريقيا كلها، واليمن أهي، اليمن كلها موجودة، الجزيرة العربية بالكامل. إيه ده؟ ايه ده؟ ايه الخريطه دي؟ تيجوا نراجع الخريطه دي مع الخريطه اللي من 3 سنين بس، من كام حلقه لسه عارضها لكم، ان قد ايه الفرس والروم كانوا محيطين بالمسلمين. تيجوا نراجع الخريطتين مع بعض. هات لي كده بقى الخريطه القديمه، واحنا بنشوف الفرس والروم محيطين بالمسلمين، الحضاره الجديده الناشئه الصغيره دي في الجزيره العربيه. تخيل الفرق بين الصورتين، تخيل النقله اللي عملها عمر بن الخطاب، حاجه خياليه. خلي بالكم يا جماعة، عمر الخطاب وهو بيعمل كل الكلام ده مش راضي.